ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ انا سما. النهارده هنلعب لعبه جديده، في لعبه كراون اكاديميه بيتي. هي طبعا استغربت من اسمها، بس خلينا نشوف ونبدا اللعبه. فطبعا ده انا، ده الحصان بتاعي اللي اسمه موني، واحنا واقفين جنب الصندوق، وهشيله دلوقتي عشان اخد صندوق الدايموند. ولازما كل، وانا هعرفكم ازاي تلعبوها صح. فلازما كل يوم لما تبداوا اللعبه دي تروحوا على مكان الشيست ده، وانا هوريكم دلوقتي انا فين. دلوقتي بقى هطلع حصاني الجميل اللي اسمه موني من الشنطه بتاعتي اهو، عشان انتوا لسه ما شفتوش. والنهاردة هنفتح حصان تاني، وان شاء الله هنسميه تيكي. فيلا يا بوني، بيقول لي ما ينفعش تروحي بيه، عشان هو طبعا ما ينفعش، عشان هو لسه، عشان لسه اللعبة ما طورتش ان الحصان يدخل في الاماكن بتاع التعليم. ودي اصلا انا في الاكاديمية، يعني مدرسة، وهوريكم مكان اسطوري حلو جدا جدا. وانا لما شفته اتصدمت بيه، فما كنتش عايزه اشاركه لوحدي يعني، فقلت اعرفه لكم. وفيك هنا كمان شيست، دلوقتي انا هاخده عشان يديني 100. وطبعا كل ما بتعملوا النشاطات في الاكاديميه بيديكم ليفل، والليفل ده هو اللي بيزود الدايموند. يعني انا دلوقتي في الليفل 18، فمعايا 1400 دايموند. وهنا لو عايزين يعني تحفروا، بس انا بدي ادوه. انا هلا ده انا تهت. هو فين المكان؟ بس في مكان تاني زيه بس حلو. ده بقى اللي انا كنت هوريه لكم، ده زي مكان كده بيكون فيه اوض وحاجات يعني، بس اسطوري. فانا هحاول. ده هو المكان، لكن ده مكان حفله لما الاكاديميه بتخلص، يعني زي رويال هاي. بيقول لي سوري ما ينفع، بس طبعا الاكاديميه خلصت وكل دولت كسبوا. انا طبعا لسه داخل اللعبه دلوقتي معاكم عشان اعرفكم يا اصحابي. بس انا دلوقتي هخرج منه واطلع حصاني اليونيكورن الجميل موني. طبعا انتوا تقدروا تحصلوا على يونيكورنات تانية، هوريكم اليونيكورنات التانية. ده موني، دي البيضات اللي انتوا بتحصلوا فيها او بتاخدوا فيها. بيقول لي 0 0. واو، انا هحاول اشتري البيضه دي وافقسها معاكم. طبعا هو ده اللي عندي، مش اسطوري خالص، هو كومن. وهذا اللي عند اخويا مصطفى، الرير الاسطوريه. نفسي نفسي نفسي، ايوه 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 نفسي نفسي يبقى عندي الحصان ده اللي هو بتاع الصن، وده بتاع الميرميد البحر. انا نفسي جدا في الحصان ده او ده. واللي طبعا بيحبني وعايز يدعمني قوي. ودي طبعا الأحصنة الاسطورية اللي انا نفسي في واحدة منهم، بس هي نادرة جدا. فنشوف البيضة، البيضة طبعا ما هي دي بيضتها يعني حلوة. دلوقتي هوريكم حاجة اسطورية بالحيوان بتاعي. بصوا انتوا تقدروا تغيروا اسمه، فدلوقتي هسميه تيكي معاكم. بس طبعا هو ما لقطش معايا كويس، هقول لكم ليه. عشان انا عاملاه باللغة العربية، فهغير اسمه تاني. فين الاي دلوقتي؟ بقى اسمه تيكي.
تقدروا تغيروا لأي حاجة. دلوقتي هركب على الحصان بتاع اليونيكورن وأدور على المكان عشان أنا ضيعته. أخيرا لقيتك. هلا رح أتبع السام. طبعا ما فيش سام بس في كلمات. الكلمات دي لازم تمشوا وراها. لو انتوا حتى ما معكمش حصان تمشوا على رجليكوا، والشيفت هو اللي بيسرعكوا. بصوا الحصان بتاعي بقى اسرع، هو كان اصلا بطيء من الاول. وده المكان بيقول لي ما ينفعش تدخلي حيوانك هنا. لو احنا معانا روبوكس مكان بيدينا حاجات حلوه. وهنا الحمام، طبعا مش عايزه ادخله عشان معظمكم هيتقرف. وهنا واحده انا هاخد الاوضه معاها. ف كده انا اخدت الاوضه معاها. فدلوقتي انا دخلت او بدخل. فهي طلبت اوردر بيتزا، فانا هحاول اني اخده. لا مش نافع، يعني هي اللي لازم تاخده عشان هي اللي طالباه. واو الحمام. حلو المكان. يعني هذا يعني ناحيتها وهذا ناحيتي. واو تعالي يا تيكي تيكي تيكي. طبعا حصل تحديث للبيتس اللي هو الحيوانات، انهم بدل ما تستنوا يعني ايام شهور حتى ما تكبر حيواناتكم، حصل انه لازم تستنى بعد ما تفقسوا البيضة ويطلع لكم اليونيكورن الصغير لازم تستنوا 11 دقيقة. انا طبعا استنيتهم ويجا تيكي. فانا بدي اخبز وبدي اكل. هخبز بيقول لي فشار ولا ريم، فانا مش عارفه شو هذا الريم. تقريبا يعني شغلات حلوة. لا ما طلع شغلات حلوة. بطلب جبنة، بدي اطلب بيتزا. حلوة ما حلو البيتزا. خليني اشوف ايش في الثلاجة. يامي كل هذا كوك ايس كريم، كوك ايس كريم، فانيلا ايس كريم، شوكولاتة ايس كريم. هذا مش ايس كريم هذا، وهفكرك انك ايس كريم. طلعت نودلز. خليني افطر دلوقتي. هفطر بالكورن فليكس عشان انا طبعا لسه ما فطرت. مشي ابعد، امشي امشي، انت بتتنصت علي. انت بتشوفني. طب ليه انت بتراقبني كده؟ بيقولي ما ينفعش انك تدخلي بحيوان الاكاديميه. بس فهنا قائمه الاكل. يمي طعمه جميل لذيذ. انا خليني اكل الكورن فليكس عشان انا ما بحب اكل اشياء مضره او حاجات مضره. فبسرعه بسرعه بسرعه انا عايز اشوف الفصل اللي بعد البريكفاست. ارت الرسم. واو بحب الرسم. بدي اخلص كل الكورن فليكس. وطبعا اللي دخلها معايا او عايز يضيفني انا موافقة. اي حال من الاحوال عايز يضيفني فيه يضيفني، ولو عايز يلعب بيلعب. انا اسفة جدا جدا اني اتأخرت في تنزيل الفيديوهات انا واخويا مصطفى، بس ما كانش بإيدنا، كان عندنا ظروف. بس خليني دلوقتي اشوف استنى الحصة اللي بعدها وانا راكبة تيكي. اهلا اهلا اهلا. وهذه قاعة سينما، شكلها قاعة سينما. بيقول لي ما ينفع برضو تخشي الحيوان. فهون اهلا بدي اخذ فشار. طبعا خذي فشار وعصير وتذكرة سينما. قالت لي هذا هذه قاعة السينما بس الفيلم مش حلو. انا شفته بنت. مقفلينه علي. هنا قاعة تانية بتعرض فيلم لروبلوكس الفقير والبحار والمرعب. انا خايفة كأنها نفس القاعة صح؟
نفس القاعة. باي باي، بشوفك بعدين بعد ما اخلص في الاكاديمية. هايدي ايه تيكي حبيبي، اشتقت لك. فانا هفقس معكم النهاردة بيضة وهعلمكم ازاي بتفقسوها. انا عايزة اشوف ايه الحشرة دي بتعمل ايه. اهلا اهلا اهلا، اسمها ماريا. كأنها ماريا صح؟ اسمك ماريا؟ يا ماريا اهلا. واو 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 واو، كأني بيقول لي استنوا شوي او استعدوا في الوقت ده عشان المدرسة. كأني شفت واحدة معاها نفس حصاني بس لونه بينك. واو، بدي اروح بسرعة. هاي انا عايزة اروح بسرعة عشان دي اجمل حصة بحبها في العالم. فبسرعة هقف جنب هيدي اللوحة، هقف جنبيها. يلا يلا يلا، ابدأ. مون يا مون، اهلا مون. مون لساتها بترسم يا مون. شو الكوف الكتاب؟ صح، الصفحات بنية. اكيد هتكون بنية. الترابيزة باللون الاخضر. يلا، فقال لي الخنزير اصفر كأنه هذا اشهر، كأنه اسود. ايس هذا اللون الغريب، لا هذا ايرس. هذا هو لون الايرس. ايس. وين هو مكان الايس؟ هيا يلا بسرعة، بدي ارسم كويس. هاندت لونها احمر. هذا الاسود، وهذا اكيد لونه رمادي. لا مش لونه رمادي، والله فكرت التاني. يلا فرسمت. بيقولي الجناحات رمادي فاتح. لا بينك، لا عملت الجسم بينك. بسرعة بدي اروح العجلات، لونها بينك والوينجس برضو رمادي. سهلة بطان احمر، وده احمر. لا ابيض 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 ابيض. بسرعة بدي لون الابيض احمر. يلا بسرعة، انا عايزة اخد ايه، مش عايزة اخد بي ولا بي ولا هيدي الشغلات. خلاص تعبت. يلا فوك ريد. عشان هيك ما كان راضي. يلا بسرعة لونها بنفسه جي، وهلون ده والاسود. وكأنه بينك، انه بينك صح؟ لا ده خمن انا. لا الايرز فين هو الايرز رمادي. بدي اكسب، انا اكسب. لا بسرعة. معقول اخذت ايه؟ واو اخذت ايه بلس. مون فازت. اهلا. خلاص، فطبعا هكمل معاكم بس في الحلقة الجاية. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وباي باي. انا اسمي سما، بودعكم.